معنا ومعكم مشاهدينا لمزيد من التحليل وإلقاء الضوء على هذه الزيارة أستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي. أهلا بحضرتك معنا أستاذ جميل. زيارة مهمة في توقيت مهم ومع تحديات عالمية كبرى في حقيقة الأمر. أيضا هذه الكلمة أبدأ بها معك، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جامعة بلغراد التي منحته الدكتوراة الفخرية الدلالة، وأيضا قراءتك لهذه الكلمة. هو في البداية طبعا هي زي ما حضرتك قلتي، وهي زيارة مهمة جدا، زيارة تاريخية، زيارة بتفتح مرة أخرى المجالات وإعادة العلاقات القوية مع صربيا بعد 35 عام. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيزور صربيا، احنا شفنا حتى الاستقبال من القيادة السياسية الصربية وكل قيادات الدولة، استقبال حافل بالرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمة الرئيس الصربي أمس تدل على احترام وتقدير صربيا لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية. اليوم طبعا منح الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتوراه الفخرية من جامعة بلغراد اللي هي الجامعة الأولى في صربيا، ده أيضا دليل على تقدير لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي وما يبذله من تقارب العلاقات بين مصر وصربيا وفتح العديد من المجالات الجديدة بين الدولتين، واحترام أيضا للدولة المصرية وما تم في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من عمليات تطوير وتحديث داخل الدولة وإعادة بناء الدولة مرة أخرى في سنوات معدودة. احنا لو بصينا لكلمة الرئيس النهاردة داخل الجامعة هنلاقيها كلمة شاملة، وضع جميع التحديات اللي بتواجه العالم في الوقت الحالي، أهمها بالطبع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي ككل وتأثيرها على دول كبرى في العالم، وأنه هو يجب أن يكون هناك تحالف دولي أو قوة دولية تستطيع أن هي بالتفاوض تستطيع أن هي تنهي هذه الأزمات وتنهي هذه الصراعات. وزي ما احنا عارفين أن مصر كانت من أوائل الدول اللي سعت إلى حل هذه الأزمة السياسية من خلال جامعة الدول العربية بالاقتراح المصري بإرسال وفد من جامعة الدول العربية لروسيا وأوكرانيا من أجل حل هذه الأزمة. طبعا على الجانب الآخر الرئيس عرض أهم جزئية في الوقت الحالي اللي هو تغير المناخ، وزي ما قال الرئيس قبل كده أن تغير المناخ بيحنا أمام معركة وجود بالنسبة للعالم كله. من التغير المناخية دي بتؤثر على الشعوب، بتؤثر على المواطنين، بتؤثر على يعني بيتم زيادة التصحر، نظرة المياه، كل ده نتيجة الانبعاثات الحرارية المؤثرة على العالم وعلى المناخ العالمي. مصر كان ليها دور رائد خلال الفترة الماضية في منطقة الشرق الأوسط من خلال عمليات مكافحة التصحر، عمليات ندرة المياه، مصر قدرت ان هي تبطن الترع، زيادة الرقعة الخضراء، الاعتماد على الطاقة البديلة، الانشاء او صناعة السيارات الكهربائية في مصر، الاعتماد على الطاقة البديلة، كل ده الدولة المصرية قدرت ان هي توفره خلال السنوات الماضية وماشية في هذا الطريق. وكان نتاج ده ان مصر تستضيف في نهاية العام الحالي قمة المناخ كوب 27 اللي هتقام في الأراضي المصرية، وزي ما قال سيادة الرئيس ان هيبقى القمة الأولى اللي هيتم فيها تنفيذ كل ما يصدر من هذه القمة. يعني ما هياش هتبقى قمة زي كل القمم، الجميع بيطرح نعم يعني ستكون مفعلة نعم على الأرض بمخرجاتها هتكون مفعلة على الأرض، وطبعا كل ده لمصلحة الشعوب ولمصلحة الدول ولمصلحة العالم كله في الوقت الحالي. طيب. مع الاهتمام أستاذ جميل في هذا الشق بالتحديد مسألة المناخ واهتمام مصر بها طبعا بشكل خاص، واستقبال مصر في شرم الشيخ في نوفمبر بإذن الله لكوب 27، يعني كيف تقرأ المشاركة الصربية؟ كيف يمكن أن تكون بالتعاون مع الرؤية المصرية ويعني الحرص المصري على
تفعيل مخرجات كوب 27 في شرم الشيخ، كيف تقرأ إمكانية وبنود المشاركة الصربية مع مصر في قمة شرم الشيخ المقبلة للمناخ؟ احنا شايفين طبعا ان في البدايه ان في دعم عالمي لمصر في هذا الاطار، ان هي انجاح قمه شرم الشيخ للمناخ. على الجانب الاخر احنا صربيا كان الرئيس الصربي امبارح كان بيسمن طبعا هذا الدور، وبيؤكد على المشاركه الصربيه، وبيؤكد ايضا على الدعم الصربي لمصر لانجاح هذه القمه. هذه القمه قمه مهمه جدا، قمه الدولة المصرية بتسعى بقوة على أنها إنجاحها، تنفيذ مخرجاتها على الأرض في كل دول العالم. أن الدول الكبرى تفي بتعهداتها زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، وأن هي دعم الدول أو القارات الأكثر احتياجا أو الأكثر فقرا زي أفريقيا، اللي هي أكثر القارات تضررا من الانبعاثات الحرارية، رغم ان هي اقل قارة بيتم فيها الانبعاثات الحرارية. ففي توجهات مصرية كبيرة من اجل تنفيذ هذه المخرجات. طبعا بالطبع صربيا ودول العالم كلها بتسعى في الوقت الحالي على دعم هذه القمة، الخروج بمخرجات تنفذ على الارض وتنفيذها بالفعل، وهذا ما اكده الرئيس الصربي امس. نعم، أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في أي محفل سياسي دائما يتحدث بالتأكيد ويتباهى بالمشروعات التنموية الكبرى، المشروعات القومية الكبرى التي تحدث حاليا على أرض مصر في مختلف المجالات، مشاريع قومية مهمة، وأيضا إحداث تغير شامل وكامل في البنية التحتية المصرية. وبالتالي كيف تقرأ هذه الرؤية المصرية الجديدة وكيفية التعاون مع صربيا في مجال الاستثمار في هذه المشروعات التنموية القومية المصرية؟ هو احنا لو بصينا على التجربة المصرية، هي تجربة فريدة على مستوى العالم في إعادة بناء الدولة مرة أخرى. حضرتك لو أي حد فينا شايف الدولة كانت إيه في سنة 2000 مع بداية 2014 وأصبحت إيه في خلال 9 سنوات، الدولة تم تغييرها بشكل كامل من خلال، هو ما كانش فيه أي وسائل بنية تحتية داخل الدولة المصرية، كانت البنية التحتية منهارة. كان الاقتصاد المصري منهار تماما، مفيش احتياطي نقدي، الاقتصاد منهار، مفيش، البورصة كانت منهارة، البنية التحتية داخل الدولة، الكهرباء، الطاقة، كله كان منهار. زي ما قال سيادة الرئيس قبل كده ان هو كان مستلم الدولة شبه دولة، لكن من خلال الاستراتيجية الواضحة المصرية لإعادة البناء استطاعت الدولة انها تعيد بناء نفسها مرة أخرى في خلال 8 سنوات، من خلال شبكات طرق، من خلال شبكات كهرباء، الاعتماد على الغاز المصري. من دلوقتي الغاز مصر كانت بتستورد الغاز الطبيعي من خارج مصر، دلوقتي بعد الاكتشافات الجديدة قدرت إن هي يبقى في اكتفاء ذاتي في الغاز. أيضا في الاقتصاد تحسن، الاحتياط النقدي تحسن، فتح مجالات كبيرة للاستثمار، توفير فرص عمل بالملايين للشباب المصري. ده قلل كمان من الهجرة الخارجية لخارج مصر، وقلل من عمليات الهجرة الغير شرعية، المزارع السمكية، الزراعات، الاعتماد الذاتي أو الاكتفاء الذاتي من الزراعات الاستراتيجية زي القمح وخلافه. زي ما احنا شفنا خلال الفترة الأخيرة أصبح عندنا زراعات للقمح بشكل كبير، في ظل حتى الأزمات العالمية زي أزمة كورونا، زي الحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت مصر إن هي تتجاوز أزمة كورونا، وفي الوقت الحالي دولة بتنفذ كل سياسات من أجل توفير السلع للمواطنين، ما بقاش فيه نقص للسلع رغم الأزمات العالمية الكبيرة. كل ده نتيجة استراتيجية واضحة كانت موضوعة في البداية منذ عام 2014 حتى وقتنا هذا، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية واضحة، وإحنا ماشيين عليها،
ولغايه دلوقتي. فلكل يعني حضرتك في البدايه قلت الرئيس دايما بيتحدث عن المشروعات، لا، كل مصري يجب ان يتحدث عن هذه المشروعات وعن التجربه المصريه الفريده اللي حصلت في على مستوى، يعني ما فيش احد دول في العالم ما تقدرش ان هي تنفذ كل هذه المشروعات في الفتره الزمنيه دي، بجانب ان كان في نفس الوقت ان المنطقه كلها فيها كان فيها ازمات، بجانب ان احنا كنا بنحارب الارهاب على ارض مصر حرب حقيقيه كانت تتم على ارض سيناء، واستطاعت القوات المسلحه المصريه انها تضرب البنيه التحتيه للارهاب، استطعنا ان احنا نحدث ونطور من قواتنا المسلحه بحيث انها تكون رادع لاي عمليات تهديد تهدد الامن القومي المصري في منطقه زي ما بقول لحضرتك كانت كلها ملتهبه. على الجانب الاخر على السياسه الخارجيه استطاعت الدوله المصريه انها تعيد علاقتها مع كل القوى الفاعله على مستوى العالم، اقامه علاقات متوازنه مع كل دول العالم. فتح مجالات استثمارات جديده، لان مصر في الوقت الحالي بعد كل المشروعات اللي تمت واحد تمتلك البنيه الاساسيه للاستثمار الامن داخل الدوله المصريه. مشروعات كثيره ممكن اي دوله تضع فيها الاستثمارات. احنا شفنا اصبحت مصر جاذبه للاستثمارات بدليل الاستثمارات العربيه اللي دخلت الدوله المصريه خلال الفتره الاخيره. ده مش نتاج اي حاجه، لا، نتاج ان في دوله اصبح فيها الاستثمار. طيب استاذ جميل، ما المجالات الاهم والاكبر التي يمكن ان يكون فيها استثمار من الجانب الصربي في مصر؟ هو العديد من المجالات، يعني في منطقه قناه السويس، في الزراعه، في الصناعه، تمتلك هي مصانع عديده في صناعات كثيره ممكن في الصناعه. العديد من المجالات ممكن ان تتعاون صربيا مع الدوله المصريه فيها وتضع استثماراتها فيها، وده اعتقد من خلال ما يحدث على الارض ان ستعود بالنفع طبعا على الدوله المصريه من خلال توفير فرص عمل، من خلال توفير عمله صعبه، وسيعود بالنفع ايضا على الدوله الصربيه ورجال الاعمال الصرب في الوقت الحالي. طيب، يعني ايضا سؤال لحضرتك استاذ جميل، في ظل هذه الأزمة الأوكرانية الروسية التي نعيش كعالم، التداعيات والآثار السلبية جراء طبعا هذه الأزمة ومنها أزمة غذاء وأزمة طاقة، هل مصر تبحث مع صربيا فكرة إيجاد بديل للسلع الاستراتيجية الأهم والأكبر وهي القمح، وهي دولة زراعية ولديها إمكانيات زراعية مهمة، لديها أيضا مستوى عال من الميكنة الزراعية والآلات الزراعية وغيرها، هل مصر تبحث عن بدائل في هذا التوقيت أم أن مصر تبحث عن فكرة أخرى ألا وهي كيف يمكن لمصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع الاستراتيجية على المستوى المحلي وأيضا على المستوى العربي؟ هل يمكن أن تتعاون الدول العربية لتحقيق اكتفاء ذاتي من هذه السلعة الاستراتيجية؟ كيف تنظر لهذا الأمر؟ هو بالطبع في البداية الاستراتيجية المصرية زي ما قلت لحضرتك في البداية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في السلع الاستراتيجية، هو ده هدف الدولة المصرية واستراتيجية الدولة المصرية. لذلك شفنا المناطق الزراعية الكبيرة، الآلاف الأبنة اللي تم زراعتها بالأمن، الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي من الأمن. لكن في الفترة دي بيبقى في فرق في الاستهلاك، فبيتم الاستيراد من الخارج. طبعا تأثير الحرب الروسية الأوكرانية أثر بالنسبة على الدولة المصرية، ولكن كان في احتياطي استراتيجي للقمح المصري برضه من ضمن الاستراتيجية لمدة 6 أو 7 شهور قادمة. طبعا بالفعل الدولة المصرية بتفتح مجالات، بتفتح منافذ جديدة انها تقدر ان هي يبقى عندها ايضا تستورد القمح من العديد من دول العالم الاخرى، من اجل ان هي يعني ما يحصلش فيه فجوة بين الانتاج وبين الاستيراد او نتيجه الحرب. فاعتقد طبعا بالفعل ان مصر فتحت مجالات جديده او اماكن جديده من اجل
استيراد القمح من الخارج. وبالفعل صربيا دولة زي ما حضرتك قلتي زراعية وتمتلك الآلية الزراعية القوية، فأعتقد أن طبعا بالفعل هيكون هناك طبعا تعاون بين مصر وصربيا في هذا المجال. على الجانب الآخر مع الدول العربية، هو الدول العربية تمتلك الأرض، في دول عربية تمتلك أرض زراعية مهمة جدا قادرة على أنها تزرع القمح، ولكن يجب أن يكون هناك التمويل لو تكاملت الدول العربية بين بعض، أن يبقى في تمويل للدول اللي تمتلك الأراضي الزراعية بشكل كبير من أجل طبعا الوصول ذاتي في القمح للدول العربية. صعب ولا سهل أستاذ جميل الوصول إلى فكرة الاكتفاء الذاتي في ظل التحديات الراهنة برأيك؟ الاكتفاء الذاتي المصري ولا العربي؟ المصري والعربي. هو طبعا الاكتفاء الذاتي المصري، مصر تسير بخطوات متسارعه في هذا الاتجاه. يعني احنا شفنا الزراعات اللي تم افتتاحها، المناطق الزراعيه اللي حضر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي زي توشكا، زي مصر مستقبل مصر، مشروع مستقبل مصر، كلها مشاريع زراعية كبرى بتنتج فيها القمح. هو مش صعب، لكن هو للوقت اللي هيتم فيه الزراعات واستصلاح الأراضي بشكل كبير دي ممكن تاخد فترة، ولكن مش فترة كبيرة في ظل العمل المتسارع على الأرض اللي بيحدث في مصر في الوقت الحالي من خلال الزراعة. نعم. أما يعني يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى استثمارات يعني وتكلفة كبيرة بالتأكيد. بالطبع تحتاج إلى تكلفة، بالطبع تحتاج إلى تكلفة وتحتاج أيضا إلى استثمارات، لأن الزراعة واستصلاح الأرض بيحتاج إلى تكلفة كبيرة. صحيح. طيب. لكن على الجانب الآخر طبعا الدول العربية يجب أن يكون هناك إرادة عربية حقيقية من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. صحيح. طيب هذا هو الشق الاقتصادي، وبالتأكيد يعني هناك الكثير من الحديث اقتصاديا للعلاقات المتجددة بين مصر وصربيا ومجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتبادل أيضا التجاري بينهما، خاصة أن هذا التبادل التجاري يعني متواضع بشكل أو بآخر، وأعتقد هذه الزيارة هي إعادة إحياء مرة أخرى لهذا التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. بالنسبة للشق السياسي، وأعتقد أيضا أستاذ جميل هو الأهم والأخطر في هذا التوقيت وفي هذه الزيارة لصربيا، زيارة مهمة بعد 35 سنة من علاقات مهمة وعلاقات قديمة تاريخية بالتأكيد في حقبة الستينات وفي حقبة الزعيم جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو ويوغوسلافيا وحركة عدم الانحياز. إلى أي مدى يمكن التعويل على هذه الزيارة وبعد يعني هذه الأزمة الأوكرانية الروسية التي هي بالتأكيد ما قبلها يختلف كثيرا عن ما بعدها، إلى أي مدى المسرح العالمي الجديد مهيأ لتجديد هذه العلاقات المصرية الصربية مرة أخرى، وهل يمكن ربما إنشاء تحالف جديد بين مصر وصربيا وبين دول أخرى مثلا كالهند وإندونيسيا كما كان في السابق لإحداث توازن في العالم في ظل تحالفات جديدة وقوة إقليمية ودولية، تحالفات بالتأكيد جديدة بعد الأزمة الأوكرانية الروسية؟ هو زي ما حضرتك قلتي، هو ما قبل الحرب شيء وما بعد الحرب شيء، لأن النظام العالمي كله بيعاد تشكيله في الوقت الحالي. يعني التحالفات الدولية ابتدت تتغير بشكل كبير، مش العالم لن يظل القطب الأوحد في الوقت الحالي. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي كانت القطب الأوحد، لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية سيتم تغيير وإعادة تشكيل للنظام العالمي ككل وظهور قوة فاعلة جديدة على مستوى العالم. القوة الفاعلة دي كانت تظهر عن طريق دولة قوية
او تظهر عن طريق تكتل قوي قادر على ان هو يواجه يبقى النظام العالمي متعدد الاقطاب. فاعتقد طبعا ان وجود تحالفات مع الدول الكبرى او وجود تحالفات مع قوى كبرى سيكون ليها دور كبير في المرحلة القادمة، وخاصة على المجال الاقتصادي، وان تأثيرها يبقى على المجال الدولي. وزي ما احنا شفنا في السابق وقت تشكيل دول عدم الانحياز، هي كانت قوة ايضا اكثر من 77 دولة تم تشكيل دول عدم الانحياز لا تنحاز لهذا القطب او لروسيا، كان وقتها الاتحاد السوفيتي او الولايات المتحده الامريكيه وحلف الناتو. فبالطبع في الوقت الحالي اعتقد ان في يجب ان ما فيش دوله في العالم تستطيع انها تبقى وحيده، يجب ان يكون هناك الانفتاح على كل القوى على مستوى العالم، الانفتاح على القوى القادره ان هي نستفيد المصلحه الوطنيه، نقدر ان احنا نستفيد منها وهي تستفيد مننا ايضا من خلال الاقتصاد، من خلال التبادل التجاري، من خلال القدره العسكريه. هو ده اللي مطلوب في الوقت الحالي، واعتقد فكره الافاده والاستفاده بما يتماشى مع المصلحه الوطنيه بالتاكيد. اشكرك شكرا جزيلا استاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي.